الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ठीक आप सुन रहे हो. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.